شرحنا اليوم عن كيفية حذف رقم الهاتف من حساب الإنستغرام بطريقة بسيطة وسهلة، ولكن بتمنى منك يا صديقي تدعمنا بلايك واشتراك بالقناة ليصلك كل جديد. بعد الدخول إلى تطبيق الإنستغرام، نتوجه إلى زر الملف الشخصي الموجود بالأسفل، ومن ثم نختار تعديل الملف الشخصي. بعد ذلك نتوجه إلى إعداد المعلومات الشخصية، ومن ثم نتوجه إلى خيار رقم الهاتف. نقوم الآن بإزالة رقم الهاتف الموجود، ومن ثم نضغط على التالي. سنجد بأن رقم الهاتف ما زال موجود ولم يتم إزالته، ولحل هذه المشكلة نقوم بفتح حساب الإنستغرام عن طريق متصفح كروم. بعد الدخول إلى تطبيق الإنستغرام عبر متصفح كروم، نتوجه إلى زر الملف الشخصي الموجود بالأسفل، ومن ثم نختار Edit Profile أي تعديل الملف الشخصي، وننزل إلى أسفل وصولا إلى رقم الهاتف. نقوم الآن بإزالة رقم الهاتف الموجود. بعد إزالة رقم الهاتف نضغط على Submit، هذه العلامة الزرقاء. فعند العودة إلى تطبيق الإنستغرام سنجد بأن رقم الهاتف تم إزالته من داخل التطبيق، وللتأكد نتوجه إليه، ومن ثم إعدادات المعلومات الشخصية. كما تشاهد تم إزالة رقم الهاتف بنجاح.